بإرادة فولاذية وروح قتالية، تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة أقل من 21 عام من بلوغ الدور الثمن النهائي لمونديال الكرة الصغيرة الذي تحتضنه الجزائر منذ 18 من الشهر الجاري، عقب إطاحتهم بالأخضر السعودي بنتيجة 23 إصابة نظير 21 لحساب المباراة الأخيرة للمجموعة الرابعة. أشبال المدرب الرائع رابح غربي برهنوا للجميع علو كعبهم في مجموعة قوية جمعت بين الأشقاء وأسياد كرة اليد عبر العالم، لكن طموح المدرب الشاب للنخبة الوطنية وعزيمة رجاله أخذ بالمحاربين إلى بر الأمان. كما صرحت لكم بعد الماتش الكرواتي، قلت لكم المباراة ضد السعودية مباراة صعبة كثير، وشتوها كيفاش كانت صعبة، وكما يقول لكم شكون الفريق السعودي اللي نوزا كوزي بوكو دو بروبليم، فهمت؟ حنا ضيعنا كثير، دينا تسمى المباراة دي صعبة كثير، الأهم شيء تسمى فزنا والجمهور كان كما العادة أو رونديفو. نقطة أخرى أثرت بشكل إيجابي على مسار الخضر في البطولة ومن غيرها، إنها حناجر أبناء الجزائر التي لم تتوقف للحظة واحدة بالدفع بالمحاربين إلى الأمام في كل معركة خاضوها في الدور الأول. الحارس المتألق خليفة غضبان والقائد هلال نور الدين إضافة إلى كل العناصر باتت مطالبة بمجهودات غزيرة في المباراة القادمة أمام منافس لا يستهان به، وهو الذي احتل وصافة المجموعة الثالثة. الحديث عن منتخب مقدونيا. منتخب مقدوني معروف قوي، شفنا في الدور الأول كان قوي، لكن ما دمنا تكاليفينا الدوزيام تور مباراة تتلعب فوق الميدان دخلوا 50% 50%، وكما قلت الجمهور هذا يسهل أكثر وبالمساندة تاعو إن شاء الله نروحوا لبعيد. فهل سيواصل محارب الصحراء رحلتهم الشيقة ويبصمون على مشاركة تاريخية ستبقى راسخة في عقول كل الجزائريين؟